إنيستا بحسب صحيفة الموندو ديبورتيفو أنه لم يكن هناك تنافس رياضي، بل تعدى ذلك إلى درجة الحقد. والسبب الرئيسي حسب رأيه والمدرب مورينيو عند إشرافه على الفريق الملكي، انعكس ذلك حتى على الأجواء داخل لاروخا. أعلن برشلونة غياب لويس سواريز لمدة تصل لأسبوعين، مؤكدا أن المهاجم الأوروغواياني سيخضع لبرنامج خاص من أجل التخلص من الآلام التي يعاني منها على مستوى الركبة اليمنى. وفي الإطار ذاته كشف النادي الكتالوني غياب حارس مرماه الهولندي ياسبر سيليسن لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التي ستحرم أيضا اللاعب الوسط آرتور من المشاركة في لقاء أيندهوفن. وعلى صعيد آخر تلقى الثنائي فيليبي كوتينيو وإيفان راكيتيتش التصريح الطبي للعودة إلى الملعب. أعلن بوروسيا مونشنغلادباخ ثاني الدوري الألماني أعلن عن إصابة مدافعه الدولي ماتياس جنتر بكسر في محجر العين وعظمة الفك ليغيب عن ناديه لأسابيع. مونشنغلادباخ أكد في تغريدة عبر حسابه في تويتر أن ابن 24 الذي شارك أساسيا طوال مباريات هذا الموسم سيخضع لعملية جراحية.